السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم يوم سبت وإحنا طالعين في مشوار إن شاء الله سيكون لنا، إن شاء الله راح نفرجيكم المشوار إحنا طالعينه. لكن قبل ذلك ما حبيت إنه أشتت الموضوع اللي أنا راح أحكي فيه مع المناظر الجميلة اللي راح نشوفها اليوم. بدنا نحكي في موضوع أكاد أجزم إنه هو يصيب كل الناس، مشكلة كبيرة جدا جدا، تحدي كبير في الحياة. وأنا حكيت يمكن من عنوان الفيديو، أنا اتطلقت، طلاق صار خلص حصل، لكن بعد 3-4 شهور من الطلاق عينيها منفخة. مالك ليش بتبكي؟ بتقول لك من الفرحة. طبعا هي مش من الفرحة، وساعات الفرحة تطير النوم من عينين الواحد، فهي فرحة طيرت عيونها خالص. قضية إنه إحنا ناخد قرار حاسم وبعدها نحس بهذا الشعور اللي هو أنا يمكن تسرعت، أنا يمكن غلطت، ما كانش لازم أخذ هذا القرار، يمكن كان لازم يمكن كان لازم استنى عشان الأولاد، يمكن كان لازم استنى عشان سمعتنا في الحارة في هذا مثال. مثال آخر أكثر على الكلام اللي بدي أحكيه، لأن اليوم رح نحكي، رح أعطيكم شغلة بعلم النفس مهمة جدا جدا، وأنا بتفاجأ مرات إنه بتقعد مع ناس بيشتغلوا في المجال بيعرفوهاش. موضوع مثلا إنه أنا بدخن. طيب انت مش عارف انه هو مضر للصحة؟ لا عارف انه هو مضر للصحة. طب ليش لسه بتدخن؟ وليش عندك قلق انك انت تتركه؟ اذا تركت الدخان ليش عندك قلق؟ في شعور هيك بالقلق بيجي. اشياء ثانية اقول لكم، ابسط شيء في الموضوع، بدي اشتري تليفون، فانا محتار اشتري هذا التليفون ولا هذا التليفون، لانه انا معي مبلغ، معي بادجت. فرحت انا بعد ما اقنعني صاحب المحل او اصدقائي حكوا معي اشتريت هذا التليفون، اوبا، بس اطلع عاد من المحل بصير التليفون اللي أنا ما اشتريته كل ما أطلع حوالي ألاقيه. واللي بيشتروا سيارات بيعرفوا هالكلام، إذا اشترى سيارة بعد حيرة بس يطلع بيروح بصير يشوف السيارات اللي ما اشتراها، بصير السيارة النوع اللي ما اشتراه كأنه هو الوحيد اللي ماشي في الشارع. هذا اللي إحنا بنسميه Cognitive Dissonance. إيش يعني بالعربي؟ التنافر المعرفي. شو يعني يا دكتور تنافر معرفي؟ شوف يا عزيزي، هذا هو عبارة عن شعور بعدم الارتياح والقلق، سببه انه انت جواتك في قيمتين عم يتعاركوا مع بعضهم البعض لانهم عكس بعض. انا رجال وقيمتي وعندي قيمة عليا الحرية، وعندي قيمة تانية كمان جميلة اسمها العائلة. فأنا عندي قيمة العائلة وقيمة الحرية. طيب هلأ في مشكلة إنه أنا صار عندي مشكلة إنه هم بدي يتضاربوا مع بعض، لأنه أنا كيف بدي أكون قيمتي الحرية وبنفس الوقت قيمة العائلة؟ كيف بدي أجمع بيناتهم؟ أوبا عيش عاد مشاكل. بتجي مرتك بتسألك بتقول لك أنت وين كنت تتأخرت؟ بتقولها نعم؟ إيش عيد اللي حكيتيه؟ يا سلام، بدك تسأليني كمان وين رايح وين جاي؟ وبعدين بده ياخذ عاد سبيس لحاله، وبده يحاول انه هو يجدد شبابه ويحس انه حر، وبيحب انه يتغازل ويغازل ويسمع كلام حلو. طب ومرتك ولادك بتكرههم؟ لا ما بكرههم، بس هو عنده مشكلة الكوجنيتيف ديسونانس، في تضارب. بدي اتطلق يا دكتور، ليش؟ جوزي بيهيني وجوزي بتعامل معي بشكل سيء وكذا. طيب بس من جهة اخرى انا ما بدي اخرب بيتي. طب الاولاد؟ طب انا خايف الاولاد يربوا من غير اب. طب أنو القيمة الأكبر؟ قيمة أنه أنا أعيش بكرامتي وحريتي، ولا قيمة أنه لازم أصبر والحياة الزوجية بدها صبر وبدنا نربي الأولاد؟ أيوة صار التضارب، صار المشكلة. تخيل قديش هذا الموضوع خطير، لأنه في القرآن مثلا، في القرآن الكريم يقول لك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الكلام للكفار، لا يقولون الله، رح يقولوا ربنا اللي خلقها. عندهم قيمة بتقول أنه في إله موجود، القيمة بس في قيمة تانية عندهم، في فاليو موجود جواتهم، اللي هو سواء كان التجارة سواء كان الولاء لما وجدوا عليه آباءهم. هذا ما وجدنا عليه آباءنا، فنحن الأصنام بالنسبة ليقربونا زلفة. لما صارت قصة الكوفيد انت اليوم صار عندك قيمتين، حريتك صارت تفقد، عم تفقد حريتك وعم تقول لحالك ما هو هذا عشان صحتي، احنا عم نقول لك اقعد في البيت عشان صحتك. بس تقعد عشان صحتك ولا تفقد حريتك؟ برضو الحرية قيمة. لا يا عمي أنا حريتي بالدنيا. طب شو أعمل؟ بصدق أي كذبة عن الكوفيد، مؤامرة، صنع البشر، غاز السارين،
وكل هالقرف اللي طلع لنا بفترة الكوفيد. هذا بيسموه الكوجنيتيف ديسونانس. التنافر المعرفي هو عبارة عن كلياتنا جواتنا في قيم، هذه القيم عمرنا ما واجهناها، عمرنا ما رتبناها، عمرنا ما درسناها، عمرنا ما شرحناها، عمرنا ما فصلناها، عمرنا ما رتبناها، وبالتالي عم تتضارب القيم مع بعضها البعض. حريتي ولا أكون محبوس، يعني أنا الحرية مهمة بالنسبة إلي، ولا عائلتي بمعنى أني أنا أروح هالبيت وأكون الأب المثالي، ومرحبا يا أولاد كيف حالكم، تعالوا بحضن بابا، كيفك يا مدام، إن شاء الله تكوني بخير، شكرا كتير على الغداء، امشوا نطلع مع بعض، امشوا نرجع مع بعض. قيمتين عم بيتضاربوا مع بعضهم البعض. الإنسان شو بيعمل عادة؟ وخلق الإنسان، الإنسان كان جهول، الإنسان بسبب جهله لأنه هاي الشغلات ما بتتدرس ولا بتنعطى ولا حدا بيقرأ ولا حدا بيطلع، شو بيعمل؟ بيروح باخذ قرار وبعدين بصير يبرر لحاله القرار. ولك ليش بتدخن؟ مش عارف انه الدخان مضر للصحة وسرطان وامراض قلب. بعرف بس مش الكل اصلا. هاي دعاية عشان يحاربوا شركات الدخان. انت بتعرف انهم بيحاربوا شركات الدخان؟ طب يا سيدي تعال اقول لك، بتعرف انه جدي دخن 70 سنة ومات موتة عادية، مات موتة ربنا. وبعدين اقول لك شغله، يعني على ايش؟ وخلينا هينا من نفس، خلنا نموت بالسجاير. واحد ايش شوف عاد، شوف تضارب القيم. ليش بتدخن؟ مش احسن مسكر؟ مش احسن مسكر؟ على الاقل بدخن بس. مش هيك بيحكوا؟ مش هادي؟ ومرات ما بيحكوها بصوت عالي، بتكون جواتهم. يا اخي انا انسان محترم، كل اللي بعمله في هالدنيا الدخان، كمان بدك تاخذ مني الدخان؟ اي حل عني يا زلمه، خلينا ندخن. هذا هو ما يستخدمه الدماغ لتطمين الدماغ في حال انك انت اسقطت قيمة. الصحة ليست قيمة؟ لا، قيمة موجودة. في حدا بيكره انه صحته تكون منيحة؟ في حدا بيحب المرض؟ ما حدا بيحب المرض. قيمة عالية جدا، لكن وين ترتيبها؟ لما الصحة تتضارب مع المتعة، الانسان الجاهل يختار المتعة. صحتك ولا تدخن؟ لا بدي ادخن. صحتك ولا تاكل اكل فاست فود؟ لا اكل فاست فود. صحتك ولا تلعب رياضة؟ يا عم الرياضة قرف ومتعبة، أيه نحن عنا وقت للرياضة؟ وبعدين بتبلش التبريرات، بقول لك ما هو بدي يبرر لحاله عشان أخذ قرار عشان يطمن حاله. إحنا حكينا إيش يعني cognitive dissonance؟ شو يعني إنه أنت تكون عندك cognitive dissonance؟ يعني أنت عندك معركة داخلك عم تؤدي لوجود قلق، هذا القلق عم بيؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، فيتطلب منك إنك أنت تشعر بالراحة، فبتبلش تبرر وتعطي مبررات. فالفكرة فكرة انه انا ليش اعمل رياضة واهتم بصحتي؟ ما هيك هاينا، تعال اخدك عندي على البلد يا زلمة، والله كانوا يصحوا الصبح يفطروا لحمة. وبعدين رياضة ايش وما رياضة ايش؟ اي هي الحكومة تركت لنا وقت انه نحن نلعب رياضة؟ اي هو ابوي علمني نلعب رياضة؟ اي نحن ربينا في جو رياضي؟ هاي الرياضة للاجانب، للناس الفاضية التافهة اللي عندها وقت. نحن يلا نسعى على لقمة عيشنا يا دكتور، فكك عني. فالقضية قضية انه ماشي، بعدين بيصاب بامراض وبعدين يواجه رب العالمين ويسأل عن صحته، يسأل عن صحته ويسأل عن وقته. ستسأل، نعم، وحياة اللي خلقك رح تنسأل، والله لا تنسأل على صحتك. شايف الاكل اللي انت مش مهتم فيه؟ والله لا تنسأل عليه. على كل هذا الموضوع بينك وبين ربك ما بيهمني، انا بيهمني اني انا ادلك على طريقة التفكير. بيهمنا انه احنا نحط اصابعنا على المشاكل اللي انت لو تعرفت عليها تعرف المرة الجاي لما يكون في مشكلة وانه صار في بينك وبين نفسك صراع واخترت شيء معين. انا بس عم بنصحك ان حتى لا تندم في اتخاذ القرارات، رتب اولوياتك. اختي الفاضلة اللي عم تمر هلأ بأزمة، انت وجوزك، واخي الفاضل اللي عم بمر بأزمة، رتب اولوياتك. شو الاولوية الاولى في حياتك؟ هل الاولوية الاولى في حياتك انه الاولاد يربوا في بيئة مناسبة؟ هل الأولوية اللي بعدها في حياتك إنه الوجهة مرات في ناس عندهم أولوية إنه سمعتهم في إنه ما يقولوا والله اتطلقت. شوفي يا بنتي اسمعي، إحنا في عيلتنا ما فيش طلاق. بتدبري حالك. ما بعرف إذا بترجعي هون بكسر رجلك، أو بيجي بقولها بترجعي بس من غير أولادك. أولاد إيش قاعد على أساس بعصروا عليها؟ هم يمكن يكون معهم حق، كل واحد له ظروفه. نحن ما منلوم ولا منعتب، لكن أنا برأيي عشان تاخذ قرار وتكون مرتاح رتب أولوياتك. الناس اللي أخذت قرار إنها تكون تطيع الله، أنا لما بدي أقول أطيع الله، أنتوا بتعرفوا إنه أبو جهل تعامل
بمنتهى الحكمة مع موضوع الكوجنيتيف ديسونانس شو قال؟ قال حتى لو شو ما صار بهالمعنى أنا مش مؤمن في محمد. ليش؟ قرر أنه خلص، قرر أنه أولويته الأولى جهله، قرر أنه أولويته الأولى جهله على أساس ما يعيش هذا الصراع، ما يعيش هذا الصراع، وبالتالي انتهى إلى النار وبئس المصير. فالفكرة فكرة أنه أنت لازم تكون قادر على أنك تحط أولوياتك. إذا كان من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، طب ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو تجارة يخشى كسادها فهجرته إلى ما هجر إليه. رتبوا أولوياتكم. القيم، ما معنى كلمة قيم؟ لا تقول لي إنك بتربي أولادك وإنت مش عارف شو معنى قيم. عرف شو معنى كلمة قيم، شو معنى قيم. يلا هيني قاعد هيني عم بستنى. ما معنى كلمة قيم؟ بقول لك مجتمعنا عنده قيم. ايش تعالهم، شو يعني قيم؟ ما هي القيم؟ وين موجودة القيم؟ تحت الأباط هون ولا هون ولا بتطلع بالدان مرات؟ وين القيم موجودة؟ وين بتتخزن؟ كيف بتتخزن؟ كيف بتتصور؟ كيف بتتركب؟ ولا ان شاء الله مفكر المحاضرات اللي بتعطيها لأولادك تتحول لقيم؟ يا سلام، في شغلات كتير أعطونا إياها أهلينا ولا اكترثنا فيها نهائيا ولا عمرها تحولت لقيم. كيف تتشكل القيم؟ طيب أنا عندي قيم، ممكن تعد لي 20 قيمة؟ شوف، إذا بتعد 20 قيمة أنا بعطيك دكتوراه فخرية، بتكون أنت دكتور فخري في القيم. إذا بتقول لي دكتور هاي 20 قيمة تبعوني، القيم العليا، هدول أنا اللي أنا أؤمن فيهم واللي راح أحاول أني أزرعهم في أولادي عن طريق القدوة. تقدر تعطيني 20 قيمة؟ مرات بعملها مع الناس أقسم بالله ما بيطلعوا ثلاثة، فأنا بستغرب. طبعا أقول لك على شغلة، ما الفرق بين قيم الغاية وقيم الوسيلة؟ في شيء اسمه قيم غاية وقيم وسيلة؟ بلاش، سؤال أسهل، ما الفرق بين قيم المتعة وقيم الألم؟ يعني مثال، أنا ما بحبش حدا يخجلني، ما بحب حدا يخجلني، هل هاي قيمة متعة ولا ألم؟ مثال تاني، العائلة قيمة ولا الأمان قيمة؟ العائلة قيمة ولا الاستقرار قيمة؟ مين منهم القيمة؟ مين منهم قيمة غاية ومين منهم قيمة وسيلة؟ ما إذا أنت مش عارف تميز بين قيمة الغاية والوسيلة، لذلك أنت زواجك مدمر، لذلك حاسس حالك مخنوق. ليش كل واحد برجع على بيته مش طايق يشوف مرته، ومرته لما يدخل عليها بتحس إنه هي يعني ما بدنا نحكي هلأ ونفصل شغلات أكثر. ليش الناس بتروح على شغلها قرفانة؟ ليش الناس ما بتغير في حياتها؟ ليش الناس ما بتلعب رياضة؟ ليش الناس ما بتقرأ؟ ليش الناس ما بتدرس؟ ليش الناس ما بتسافر بتشوف الدنيا؟ كلياتها عبارة عن cognitive dissonance، حروب ما بين قيم مبعثرة، ما عنا قيمة عليا. ليش اليوم الشذوذ الجنسي انتشر؟ أيوة، ليش الشذوذ الجنسي انتشر؟ من وجهة نظركم أنتم، ليش الشذوذ الجنسي هاجم علينا هجمة يا لطيف ألطف يا رب؟ شو السبب؟ برأيك لو ربيت ابنك على أنه يرتب أولوياته بالقيم كان صار فيه هيك؟ خليني أشرح لك. لما تكون أكبر قيمة عم بيزرعها الميديا والإعلام، عبر عن رأيك بحرية. وين بدها تجي قيمة زي قيمة الفطرة الإنسانية في الذكر والأنثى؟ وين بدها تروح؟ إلى مزبلة التاريخ. فبصير كل شيء بنعرض على القيمة اللي أنت مرتبها أعلى قيمة في حياتك. قراراتك تعتمد على أول ثلاث قيم في حياتك. شو أعلى ثلاث قيم في حياتك؟ أنا أعلى قيمة في حياتي الحرية. طيب، لقينا بنت ناس الحمد لله وإنسانة محترمة وبنت عالم وناس، ورحت جبتها وقلت لها بحبك وبدو تحبيني وبنموت في بعض ومش قادرين نستنى، وبعدين اتجوزنا، بعد سنة أنا عم بخونها. ليش؟ أنا ما بنخنق، أنا ما حدا يحبسني، قفص السوجية هذا مش لإلي. في واحدة قاعدة تطلع علي من بعيد وحلوة، طب ما أروح أحكي معها. في واحدة في فريند ريكويست، لأنه اليوم الفيسبوك بيعطيك هذا الصديق ممكن أن تكون تعرفه، فأنت بتقول طب هاي أنا لو بعثت لها، طب أنا عندي حرية أني أحكي معاها؟ عندي لسه حرية؟ عندي مثنى وثلاثة ورباع، طب ما أجرب. بس أنا مش هتجوز، أنا هتسلى، أو مش هتسلى، هعيش تجربة معينة ترضي القيمة اللي موجودة فيي، واللي هي أنا أضل حايش أني حر، مش تضلها تسألني عاد وين رايح وين جاي، فرجيني تليفونك، مع مين بتحكي، ليش تأخرت، سكرتيرة، ليش مش عين السكرتير، ولا ما ضل السكرتيرية زلام، ولا لازم تكون وهكذا. وهاي المشاكل اللي، وطبعا هو بنخنق وهي بتنخنق وهي بتتدمر وهو بتدمر، وبعدين بيطلع من التجربة طلاق، والأولاد الله يعيننا ويعينهم، وبعدين بنرجع ندخل في تجربة جديدة، والتجربة الجديدة أسوأ،
نفس العلقة اللي فاتت، لا ألم زاد ولا ألم نقص، نفسها. ليش؟ لأنه هو ماخذ معاه المشكلة نفسها، القيمة العليا في حياته الحرية، إلى أن يصل عمره إلى 50 سنة 60 سنة وبيقعد هيك. طيب إيش راحت عليك؟ فهو عنده خيارين، إما بده يصير عمره 50 60 سنة متصابي لسه بيحكي مع بناته، أعوذ بالله من يعني الله لا يبتلي حد في هالمرض، أو بده ييأس ويقول وين أولادي؟ وين عيلتي؟ وين عيلتي؟ أنا ما عدت زي زمان، أنا بصحى بصعوبة، بدي حدا يكون جنبي. بقولوا له عيلتك؟ عيلتك مش موجودة، أولادك خلص فقدوا أصلا ثقتهم بالعائلة، فقدوا ثقتهم بالعائلة. بدك تقول لهم هلأ أنك بتحبهم؟ مش رح يصدقوك. ليش ما ضليت؟ إذا بتحبنا ليش ما ضليت مع ماما؟ آه جاوب. فلذلك لما نيجي نحكي إنه انتشرت قيمة زي قيمة، مش قيمة هي، لما تنتشر داء زي داء الشذوذ الجنسي ويصير في كل مكان عم تسمعه، السبب الحقيقي إنه نحنا مش تخلينا عن قيمنا، لا، إحنا رفعنا قيم على حساب قيم، وعملنا القيم اللي رفعناها أعلى قيم في الكون، قيمة الحرية. إذا رفعت قيمة الحرية المطلقة خلاص حر. أنا بكرة الصبح بصحى بقول أنا شجرة، أنا صح زلمة بس أنا من جوا حاسس إني شجرة، وبوقف زي هيك وبطلب من كل الناس يعاملوني على إني شجرة، واللي ما بيعاملني على إني شجرة برفع عليه قضية وبفوز فيها. ولو حدا كتب لي ليش هيك عامل حالك شجرة أنت بني آدم، الفيسبوك بيبعث له إشعار بقول له عيب عليك ما تعمل هيك، رح نعمل لك إلغاء للفيديو، هذا شجرة احترم حقه في إنه يكون شجرة، لأنه القيمة العليا في مجتمعاتنا هي الحرية، لا تصادروا حرية الناس. طب وأنا وين حريتي إني أعبر؟ لا ما فيش، الحرية المطلقة في الاختيارات أهم من حريتك في التعبير والانتقاد. عرفتوا ليش الشذوذ بده ينتشر ورح ينتشر أكثر؟ هذه المشكلة، فيش قيم، فيش قيم، ما ضل عنا قيم. القيم موجودة، موجودة، بتسأل أي حدا في الشارع بقول لك الصداقة، الصدق، لهذا. بس هل هو مرتبها؟ هل هي فعلا موجودة في حياته؟ هل هي عم تأثر على خياراته؟ في ناس أعلى قيمة في حياته إنه ما ينحرج، تخيل، أعلى قيمة إنه ما ينحط في إحراج، فبالتالي بتلاقيه خجول، ما بيحب يحكي أمام الناس، social anxiety disorder، بعرفش يطلع يطلب في حقه، ما بعرفش يطالب مديره بزيادة أو ترقية. ليش؟ أعلى قيمة هي قيمة تجنب ألم، اللي هلأ شرحنا قلنا إنه هم أنواع، فبالتالي بصير يختار إنه هو ما يحكيش عشان لا يحرج. ماذا لو كان هذا الإنسان قعد وعمل عملية غسيل وإعادة ترتيب أولويات وجعل إنه أهم قيمة في حياته إنه ينمو؟ هو ببطل يخجل، بصير يضرب ويروح ويجي ويطلع ويطلب حقه ويقول لا ويروح ويعمل ويتعلم، لأنه بيعرف إنه النمو من التجربة. الكوجنيتيف ديسونانس موضوع خطير، وأتمنى إنه أنا شرحته بمختصر، لكن أنا بنصح الناس موضوع الكوجنيتيف ديسونانس والهوية مشروح بشكل كبير في مدرسة الحياة. مدرسة الحياة مش 40 درس، موسوعة مدرسة الحياة ما هياش 40 درس لأنه أنا فاضي، ما هياش 40 درس عشان يلا نبيع أكتر. أيوة فكرة حلوة هذا. مدرسة، أنا دائما بقول مدرسة الحياة سألق الله بها، إذا سألني شو عملت في حياتك لمجتمعك رح أقول له مدرسة الحياة، ولكن مش مدرسة الحياة الجزء الأول فقط، في عنا الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وإحنا لميناهم عملناهم موسوعة وهلأ عليهم ديسكاونت للناس اللي حابت، وبرضو التثقيف المعرفي السلوكي أنا دائما بركز على هالكورسين. العلم بشكل عام، طب بديش أسجل، معيش فلوس، أنا فيش بجيبي $5، جاي تقول لي موسوعة وما موسوعة، اقرأ، هيني فتحت لك مجال، قلت لك cognitive dissonance، التنافر المعرفي، اقرأ عنه أكثر. هو مشكلته بس هذا التوبيك شرحه صعب، يعني أنا مرة شرحته لطالب بدرس علم نفس فبقول لي أنت شرحت لي إياه أحسن بكثير من الأستاذ، قلت له الموضوع موضوع أنك أنت تكون فاهمه لأنه مجربه في حياتك. العلم لازم ينطبق على الحياة، مش أخذ الحياة وارفعها للعلم. أنا ما بأخذ الحياة وبرفعها للعلم، أنا بجيب العلم وبنزله على الحياة، واللي بزبط في الحياة بزبط، واللي ما بزبط وبحسه أكبر من حجم الحياة أو أصغر ما بستخدمه، مش أقعد أعرض عضلاتي قديش بعرف مصطلحات. فهاي هي كانت قصة أخيرا وليس آخرا، خلينا يعني ننطلق في طريقنا. طبعا بدي اياكم تسامحوني اذا النت قطع، لانه المناطق هاي مناطق دائما جبلية والنت ما بيكون فيها جميل وقوي، والنت بيكون عنده cognitive dissonance، ف
فبكون عنده قلق ومرات بيجي ومرات بيجيش. فراح نحاول إلى أن يعني ينقطع الاتصال. فيعني رجاء ركزوا على موضوع هذا. أنا كثير بعرف ناس الآن للأسف الشديد وأقولها بكل أسف، يعني صارت قيم الاستقرار العائلي صارت قيمة واطية جدا موجودة في مجتمعاتنا، ما حدا بتوقف معاه بالشارع بيقول لك لا العيلة مش مهمة، الكل بيقول لك العيلة مهمة، لكن ارتفعت قيم مثل قيم الحرية المطلقة على حساب قيم أهم وأنفع للمستقبل. لذلك اليوم تسمع ناس كثير بيقول لك لا إكراها في الدين يا أخي، ماشي يعني لا إكراها في الدين طبعا، وهذا الشيء يعني لكن هي القضية قضية إنه نحن بالآخر بدنا قيم، بدنا أخلاق تجمعنا، ما بدنا نكره حدا على أي شيء، لكن قوانين الأخلاق هي الأساس، الأخلاق هي الأساس. ماشي الدين شيء جميل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، نحن بحاجة إنه نرجع مكارم الأخلاق. قيمة الحرية ممتازة، حلو ممتاز، بس تعال شوف قيمة الحرية لما يدخل واحد على صفحة واحد تاني وقول له انت ما بتفهم، انت غبي، انت مش عارف ايش، على اساس قال ايش هاي حريته في التعبير، هذه ما عادت حرية في التعبير، هذه قلة ادب اسمها وتنمر، هذا يسموه قلة ادب وتنمر. لما يجي واحد يقول لمرته انت من وين لوين بتسأليني وين رايح وين جاي، انا الزلمة تبع البيت، هذه ما اسمها رجولة، هاي ما اسمهاش رجولة، هذه اسمها ضعف وعدم قدرة على التواصل وعدم وغياب الرجولة. الرجولة شوف الرجولة آخر شيء تحتاجه الصراخ، آخر شيء تحتاجه الصراخ. حتى في بعض النساء لما تقرر أنها إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب وأنه لازم تكون قوية تأخذ من الرجال الصراخ، بتقلد الذكور في الصراخ، بتصير تصرخ وصوتها عالي وشرسة وبالتالي بتاخذ أسوأ الخصل التي اصلا لا تعبر عن، انت عمرك شفت وحده بتصرخ قلت عليه اه زلمه؟ احنا في مرات بنقول والله الست دي بميت راجل، ليش؟ لانها انسانه حازمه، ومش حازمه مش لانها شرسه، لانها انسانه حازمه، فرق كبير. الحزم صفه موجوده بالرجال وممكن تكون موجوده بالنساء لكنها صفه حسنه. يعني عشان ما نشتت المواضيع كتير، التنافر المعرفي يصيب كل البشر بما فيهم محدثكم، دائما عندنا تنافر معرفي. أنا أذكر تماما أنه كانت عندي على نعومة أظافري زي ما بيحكوا، يعني لما كنت لسه في مخلص الثانوية العامة والسؤال كان أين سأدرس، ف طلع لي مثلا اني انا اطلع ادرس في اوروبا، طلعت لي بعثة يعني مدفوعة كاملة، وكان هون اول مرة اذا انا برجع في مخيلتي بتذكر انه انا صار معي هذا التنافر، انه انا اترك اهلي واترك مكاني واترك ناسي واترك كذا واطلع برا، وصار عندي نوع من انواع الصراع. طب افرض طلعت برا، ولانه انا كنت عندي شوية وعي انه الموضوع مش بس اني اسافر، وقد يكون خوف الله اعلم، لكن الفكرة فكرة انه كان هذا اول صراع اترك، لأنه في البداية كنت مبسوط، هي بتعرف مراهق ومخلص هذا ثانوية وبده يسافر عاد على بلاد برا، همام في أمستردام. بس ترجع مرة تانية علاج، وهذا الشهادة بيودينا على العلاج، ما هو علاج التنافر المعرفي؟ الوعي، إنك تكون واعي لكل قيمك وأن ترتب القيم حسب أولوياتها في حياتك، وأن تعلن ذلك صراحة لشريك حياتك. تقعد مع مرتك بتقولها شوف يا عيني أنا أعلى قيمة في حياتي الحرية، وأكثر قيمة ألم بتجنبه إنه حدا يحسسني بإني محبوس، وإنه حدا يحسسني إني أنا مراقب وين رايح وين جاي، شو رأيك موافقة؟ بتقول لك آه موافقة، بقولها الحمد لله رب العالمين، يلا جيب المأزون خلينا نقرأ الفاتحة. طيب قالت لك مش موافقة شو يعني؟ أنا ماليش شخصية، يعني ممنوع أسألك وين رايحة، ولا يعني أنت بدك تمشي على حل شعرك، أنت صرت متجوز. بتقولها يلا كان لقاء سعيدا وأتمنى لك كل التوفيق، وهي بتقول لك أتمنى لك كل التوفيق، ومنوفر مشاكل ومنوفر محاكم ومنوفر مأزون، رايح أول مرة زواج وتراجع تاني مرة طلاق،
ومنوفر عقد نفسية عند الأولاد، ومنوفر من المجتمع شوية ناس مهزوزة شخصيتها، أو منوفر كمان مجهود خرافي عشان أنا أقعد أعوض الأولاد على الشيء اللي هم فاقدينه. فالقضية قضية أنه لازم تتاخذ. أنا ما بحكي بالنهاية أنه الولد إذا ربي في عيلة فيها هذا النوع من المشاكل حيطلع سيء، بالعكس بجوز يطلع أفضل الناس، بس يا أخي كمان مش مضمون. ما أنا بدي أخذ بالأسباب. طب بلاش هذا الولد، أنا ما بدي أعلمه عشان ما يطلع معقد، عشان ما يطلع يقول أنا ما بدي أتجوز. ليش؟ ما أنت شفتوا أبوي وأمي لما تجوزوا شو عملوا، شفتوا أبوي شو عملوا أمي. أنا يا عمي ما بدي أتزوج. وبعدين هذا الولد لما يصير عادي يتطلع على الحياة الزوجية قديش فارطة وملهاش قيمة وكلياتها قرف ومشاكل وصراخ، وأبوي مش طايق أمي وأمي مش طايقة أبوي، بيجي بقول لك طب يعني طب مالهم الشاذين جنسيا؟ مالهم؟ ما هيو محببين، ما هيو ستيف بحب جديف وكويسين هيهم وناعمين وأمامير وبتقاتلوش، ما بتقاتلوش هيهم. هاي مشكلة، هاي مشكلة كبيرة. انت عندك مثال سيء ومقابله مثال عم بيحاول يظهر افضل صورة، لانه عم بيحاول انه يحط له موضع قدم في القدم في المجتمع. فتجي تقول لي والله انا كيف ازرع في اولادي قيم انه يحاول. انا كثير بجيني هالسؤال، دكتور انا عايش في بلاد برا وموضوع الشذوذ وبدي احمي اولادي. ما يا عمي احمي اولادك بانك تكوني قدوة، احمي اولادكم بانكم تكونوا قدوات في التعامل، وانه نرجع الاولاد للقيم، وان الاولاد لازم يكون عندهم قيم عالية جدا في حياتهم. القيم، وفي طبعا موضوع اخر هذا ما رح نقدر نحكي فيه، موضوع المرجعيات. ايش مرجعيتك في الحياة؟ وشو يعني كلمة مرجعية؟ مش تروح لفكرة انا مرجعيتي الطائفية ولا لا لا لا، عم نحكي على مرجعية النفسية. انت وين مرجعيتك النفسية؟ وين موجودة؟ من ماذا تتكون؟ شو اللي موجود فيها؟ في غرفة بالدماغ اسمها غرفة المرجعية، وهي غرفة المرجعية عبارة عن لجنة محلفين زي محكمة أمبر هيرد وجوني ديب، عبارة عن مجموعة من الناس المحكمين معاهم دستور وقانون انت حاطه ومسربه لإلهم عبر الزمن. كل ما بتعرض عليهم عرض أو قرار بياخدوا قرار، بقول لك مرجعيتك بتقول لك اعمل كذا كذا كذا. في ناس مثلا مرجعيته انه هو أولا وأخيرا مخافة الله، التقوى. هذا كل ما ينعرض عليه عرض انه في واحد اخذ حقك وانت بتقدر هلا تاخذ حقك وتظلمه، هو ظلمك بس انت هلا بتقدر تظلمه، بيروح لمرجعيته الموجوده بالغرفه. المحلفين اللي موجودين جوا راس شو بيقولوا له؟ بيقولوا له والله بناء على القانون رقم 34 من سنه 2023 فانه القانون ينص على ان مرجعيتك لا تسمح لك بالظلم، فانت رجل يخشى الله ويتقيه وللاخره خير وابقى. ايوه مرجعيته. في واحد بيجي بتطلع مرته مطلع عينه ومنكدي عليه، ما هو بيقدر يقوم يسفكها 100 كف ويبهدلها ويجرجرها في محاكم ويقطع عنها المصروف ويذلها، بيقدر بس عنده مرجعية في راسه. خيركم لنسائكم. خلص هاي المرجعية موجودة في راسه، ما بيقدر يتجاوزها، هذا نص قانوني، محكمة القانون. فهاي الأمور كثير مهم إنه إحنا ندرسها ونعيها، وهذا الشيء اللي إحنا منقدمه في مهارات مدرسة الحياة، وهذا الشيء اللي بقدمه في معظم كل كورساتي بلا استثناء، حتى كورسات الإدارة دائما نحن من نلجأ والبيع والشراء كلياتها لجوءنا دائما الأول والأخير إلى الوعي بماهية التفكير. طيب احنا يعني بعد هاي المنطقة اعتقد المشكلة راح تصير في موضوع الانترنت. ف اسمحونا يعني نستودعكم الله ونذكركم أخيرا بأنه في خصومات لمدة آخر الشهر، يعني ضايل أسبوع بالضبط،
ونذكركم أيضا أنه في ورشة عمل ستكون في الأسبوع الثاني من شهر 8، تستطيع أنك تحضرها مباشرة وتبقى مسجلة للناس اللي بجوز الموعد ما يتناسب معها، بتضلها مسجلة بتضلها معك. ستتكلم عن قوانين الاتزان النفسي، هاي المشكلة الكبيرة أن الناس مش عارفة تلاقي التوازن، وبتفكر أنه التوازن هو عبارة عن خط أنا بدي أمشي عليه، ما أنا يعني اللي هو لا أزعل ولا أبكي ولا أغضب ولا يعني الناس ما بتعرف أنه في شيء اسمه اتزان وفي شيء اسمه أنك أنت تمسحت. هاي التمسحة ما بنحبها نحن، يقول لك أنا جلدي صار سميك ما عادي أثر فيني إشي، طلع نزل خاني ما خنيش، أعطوني زيادة ما أعطونيش زيادة، مشوني قعدوني أنا ما عدت. لا، هاي هذا مش اتزان، هذا موضوع آخر مختلف تماما. نحن نريد التوازن، أنا أريد شخص يعلمني كيف يكون معاي عصاية. أنتوا عمركم شفتوا واحد بمشي على حبل بيكون معاه عصاية؟ ليش العصاية معاه؟ لما يميل على اليمين بيميل العصاية على الشمال عشان تعمل توازن فيرجع مرة تانية على الشمال، ولما يميل على الشمال بيميل العصاية يمين، فبالتالي العصا معمولة عشان لما يجي يوقع يرجع مرة تانية يقف. هاي العصاية هي اللي إن شاء الله رح نشرح شو مكوناتها عشان توصل للتوازن، قوانين مهمة جدا عشان ترجعك لتوازنك حين تفقده، وستفقده يا ولدي، ستفقده. ما في فائدة، رح نفقده. ليش؟ لأنه نحن بشر مش ملائكة فقط لا غير. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.